في ملف المفاوضات، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن مفاوضين إسرائيليين وأمريكيين ومصريين وقطريين يجتمعون في الدوحة. أضافت المصادر أن الوفود الأربعة أجرت مباحثات فنية على مستوى فرق العمل حول التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. نقاط شائكة، شروط متبادلة، وجهود لم تتوقف منذ أشهر لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، وأي اتفاق لوقف الحرب الأطول في الصراع بين الطرفين يتطلب توقيع العدوين اللدودين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس يحيى السنوار. نتنياهو يعد بتحقيق ما سماه النصر الكامل على حماس وإعادة جميع الأسرى والمحتجزين في غزة. نتنياهو حاليا يعيش تحت ضغط عائلة الأسرى، وقطاع كبير من الإسرائيليين يريدون اتفاقا يعيد الرهائن وإن عن ذلك استمرار وجود حماس. كما أنه أي نتنياهو يعاني من ضغط واشنطن التي قدمت مساعدات عسكرية ودبلوماسية لإسرائيل من أجل التوصل إلى هكذا اتفاق. لكن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمها نتنياهو يعتمد على وزراء يمينيين متطرفين يريدون إعادة احتلال غزة بشكل دائم، وقد هددوا بإسقاط الحكومة حال قدم نتنياهو تنازلات كبيرة. هنا يقول البعض إنه كلما طال أمد الحرب كلما زاد احتمال تحقيق إسرائيل لما يشبه الانتصار كقتل السنوار وتحرير مزيد من الأسرى. في المقابل ماذا يريد زعيم حماس؟ هو يطالب بإطلاق سراح شخصيات فلسطينية بارزة من السجون الإسرائيلية، يطالب بضمانات ألا تستأنف إسرائيل الحرب بمجرد تحرير الأسرى وبأن تنسحب من كامل القطاع. ولكن على عكس نتنياهو، فإن طال أمد المفاوضات سيكون زعيم حماس أمام مخاطر جمة، فقد تفقد ورقة الأسرى من قيمتها عبر تحرير بعضهم أو وفاة بعضهم الآخر، كما أن استمرار الموت والدمار والمعاناة في غزة سيؤجج استياء الشعب من حماس. من القاهرة انضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. من يستفيد أكثر من إطالة أمد الحرب، حماس، السنوار، أم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ كل الأطراف مستفيدة من استمرار الحرب، لأنه هناك طبعا أهداف لكل طرف مختلفة عن الأطراف الأخرى طبعا، وهناك تضارب في هذا. نتنياهو هو يحقق المعادلة الصعبة في الاستمرار في المشهد لاعتبارات طبعا جزء منها شخصي وجزء منها مرتبط بمستقبل الدولة. الرجل يتحدث عن الحدود، ليس عن الحدود وإنما عن الوجود، وجود الدولة. فبالتالي حضرتك هنا يفقد ورقة مهمة خاصة بالمحتجزين وبالإفراج عنهم وما إلى ذلك، وتعايش المجتمع الإسرائيلي مع المخاطر، استنادا إلى أن استطلاعات الرأي في إسرائيل بيروج لها مراكز البحوث الكبيرة زي هرتزليا الاي ان اس اس، بتؤكد 80% أكثر من المجتمع الإسرائيلي ضحى يستمر في الحرب، يعني مع الحرب وليس في وقف القتال. وإسرائيل اليوم أصبحت شعبين، شعب على الأرض بيرفض هذا وشعب يريد التغيير، لكن أسر المحتجزين وغيرهم لم يعد لهم التأثير الكبير، وحتى أمس تم العثور على واحد من المحتجزين. وبالتالي نقطة من أول السطر، هناك حسابات لنتنياهو في هذا الإطار. السنوار يحارب الحرب الأخيرة أيضا، لأنه مستقبل الحركة على المحك، خسائر فادحة تعرض لها القطاع، تم تكليس المساحة القطاع، الوجود الإسرائيلي الكبير، تقسيم القطاع بهذه الصورة، ألاف الذين سقطوا في المواجهات. فبالتالي المعادلة، لا أريد أن أقول أنها معادلة صفرية، لكن هو بالفعل المعادلة قد تذهب إلى هذا الخيار. وبالتالي إما أن نذهب إلى معادلة رابح رابح كمعضلة السجين في نظريات العلاقات الدولية، وإما خاسر رابح، وهذه طبعا هيبقى عليها نقاش طويل. طيب، بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم. بالنسبة للإدارة الأمريكية نبقى في هذه الجزئية دكتور طارق، في الوقت الذي تضغط فيه الإدارة الأمريكية على نتنياهو لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، يذهب نتنياهو ليفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية، هل يعني ذلك بأنه هذا الضغط الأمريكي لا يتعدى على الأقل في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة بالنسبة لأمريكا المقبلة على الانتخابات في وقت قريب، لا يتعدى التصريحات، المناشدات، الطلبات من نتنياهو أن يوقف الحرب؟
نتنياهو يستثمر في الموقف الأمريكي بصورة أو بأخرى، وبالتالي هو ساعي إلى توتير الجبهات مع حزب الله لبنان. الأمر حسم بالنسبة لتسكين المشهد بصورة أو بأخرى، وغير متوقع أن تكون هناك أي مواجهات تقودها إيران أو حزب الله في إطار ما تقوم به الولايات المتحدة من تسكين الجبهة، هذه الجبهة المقلقة ومزعجة للجانب الإسرائيلي. وشاركت الدفاعات الأمريكية كما تعلمي في الدفاع عن أمن إسرائيل مع الدفاعات الإسرائيلية في المواجهة الأخيرة. لكن الأخطر بالنسبة لنتنياهو هو يستثمر في المشهد الضفة الغربية، لأن الجبهة الأكثر أهمية له بالنسبة لهذا التوقيت، وهو يريد أن يحسم الصراع. الآن نحن أمام حكومة تريد أن تحسم الصراع في غزة وفي الضفة لكي تكون صفقة واحدة، صفقة دمج الجبهتين، جبهة غزة وجبهة الضفة الغربية، والحديث عن إطار شامل للتعامل مع الملف الفلسطيني، ليس استهداف مخيمات أو دخول المدن أو غيره. هذه أمور تأتي في خطط عديدة في ظل طبعا كما تعلم قطاع المستوطنين يقومون بالأعمال في المقدسات الإسلامية وغيره، وينفذون الخطط الاستراتيجية، وأهمها طبعا الخطة المعلنة خطة 2050. لكن الأساس الآن هي الحديث عن ربط الجبهتين والبحث عن مسار أو مسار مستقبلي جديد بالنسبة للتعامل مع القضية الفلسطينية بأكملها، مع الخلافة الفلسطينية، مع الواقع الفلسطيني، وحسمه وليس إدارته كما كان، سواء كان بالنسبة لغزة أو بالنسبة للضفة الغربية. إسرائيل تريد أن تؤمن نفسها وتخرج من المواجهة بهذه الصورة. ونحن الآن أمام جولة جديدة من المفاوضات، حقيقة ما فرص هذه الجولة في ظل أنها تتطلب توقيع العدوين اللدودين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار، وكل طرف منهما لديه شروط تتعارض مع مطالب الآخر؟ الشروط الراهنة التي يعمل عليها الطرفين طبعا بالوساطة الأمريكية المصرية القطرية هو الوصول إلى حلول جزئية تيسر الأمر بالنسبة تكون مقدمة لهذا. الملفين الرئيسيين اللي في مفاوضات الدوحة تركز على ممر نتسليم والترتيبات الأمنية ولجان الفحص والدخول إلى المناطق الشمال والإجراءات الإسرائيلية، والملف الثاني هو ملف الإفراج عن المحتجزين والعدد من الجسامين، سواء كان العدد كان 33 ربما يزيد يقل. الملفين، الملف الترتيبات الأمنية وملف الإفراج عن المحتجزين هو ده الملف الرئيسي. الملفات الأخرى المتعلقة بالترتيبات الأمنية ووقف القتال، وقف أعمال إطلاق النار، والحديث عن إعادة تموضع ونشر القوات خارج المناطق الأهلة، كل ده أمور ستكون مؤجلة. الإدارة الأمريكية تبع تراك 2 أو المسار الثاني في التفاوض، بمعنى أنه اللجوء إلى خيارات جزئية لمحاولة تفكيك عناصر الأزمة في المفاوضات بهدف إحداث خرق مباشر بالنسبة للطرفين. هل سيقبل الطرفين بهذا المسار؟ بالإضافة طبعا للتفكير الأمريكي الراهن واللي هو هيبقى الورقة الأخيرة أو الحل الأخير، هو الذهاب إلى الولايات المتحدة لحسم الاتفاق، بأن يكون هناك مؤتمر يشمل قادة الدول وقادة أجهزة المعلومات والفرق الفنية، ويحسم الأمر على هذا المستوى في توقيتات محددة، وبالتالي لا يكون الأمر منفتحا. الأسئلة الصعبة، من سيمثل حماس، من سيكون، هذه أمور أعتقد أن الإدارة الأمريكية أيضا تصيغ بعض أفكارها إذا فشلنا في الدوحة. بالنسبة لمصر، نحن أمام شروط لا توافق عليها ليس فقط حماس، ولكن حتى مصر لا توافق على هذه الشروط التي وضعها على الطاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كيف يمكن أن تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية عقبة كهذه؟ موضوع الممر والمعبر يتم نقاشه في إطار حضرتك معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وإطار البروتوكول الأمني المشترك بين مصر وبين إسرائيل، وهذا الأمر بدأ من 2005 بعد خطة فصل أحد الجانب بعد خروج الجنرال شارون من قطاع غزة، وتعمل هذا البروتوكول الأمني وتم تعديله، وبالتالي الأمر يتم في إطار مصري إسرائيلي وفق معاهدة سلام ووفق لاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية. الولايات المتحدة شريك ووسيط في كل ما يجري. المبدأ العام أنه سيكون هناك انسحابات إسرائيلية من الممر ومن المعبر، لكنها انسحابات تدريجية. المفاوضات وصلت إلى شكل وإطار الانسحابات، وطبعا هناك أفكار عديدة في هذا تم سياقها، وضع جزء استشعار والأبراج غيره، كل هذه طبعا أفكار تقنية، لكن الأساس المبدأ موجود لدى إسرائيل، لكن الأساس هو كيف سيتم الانسحابات. هل الانسحابات ستكون على مدى عدة أسابيع؟ في أفكار من 6 إلى 8 أسابيع ربما تزيد
أو تقل، حتى المعبر ستتواجد عليه قوات دولية بأيضا أطراف أوروبية. المبدأ موجود لدى إسرائيل، مراحل التنفيذ والضغط على إسرائيل من قبل الحكومة الأمريكية هو الذي سيسرع تنفيذ هذا الاتفاق. شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، كنت معنا من القاهرة.